كل همنا وكل تفكيرنا باننا نشجع المواطن المصري على القراءة، بان احنا نشجع المواطن المصري انه يرجع مرة تانية للكتاب، لانه الكتاب هو الاصل. في ظل تحول رقمي وفي ظل تطور غير طبيعي تكنولوجي، ازاي بتواجهوا ده؟ ازاي بتحاولوا تقدموا وجبة دسمة سريعة في نفس الوقت للقارئ علشان ما يملش؟ لانه هو عنده دلوقتي اختيار تاني، وهو التحول الرقمي والانترنت والتكنولوجيا وكل المتاح على وسائل التواصل الاجتماعي. ده بيتعمل ازاي؟ واعتقد ان ده مجهود كبير جدا. هو حضرتك في اكتر من اتجاه. اولا يعني انا يعني مش مع انه في صراع بين الرقمي والورقي. بالعكس، حضرتك شايف ان هم بيكملوا بعض. بيكملوا بعض. تمام. المحتوى هو الاساس، تعمل رقمي. صحيح. ورقي ثم رقمي. احنا ما كانش فيه قبل كده الا رقمي، واما كانش فيه صوتي، في فيرجن جديد اللي هو الصوتي. صح. والله اعلم التكنولوجيا هتقدم لنا ايه فيما هو قادم يعني. صحيح. فاحنا بنتوائم مع هذا العمل وبنقدم الاصدارات بتاعتنا. ازاي ندرب الناشر ونأهله لاستخدام هذه التكنولوجيا؟ انا بعتبر الاثنين الجداد، الرقمي والصوتي، رافد جديد لإيراد جديد للناشر للكتاب. وعشان كده بندرب الناشر ازاي انه يتعامل مع الاثنين. بنرحب باي اسئله او كده. في حاجه تانية برضو اللي هو بنجاهد بقى هذه التكنولوجيا الجديده، عاوزه حمايه مختلفه. ايوه، عاوزه حمايه من الملكيه الفكريه بالنسبه لها، لان صحيح. عندنا فبتحاولوا ان انتوا تقدموا ده علشان نقدر نحمي على الاقل الناشرين. عندنا 1500 منصه بتطلق في الفضاء السبراني. أيوه. الاصدارات دون الرجوع للناشر او المؤلف. أيوه. وده اهدار لحق المؤلف. احنا عندنا يعني في كل تكنولوجيا وليها اثارها السلب والايجاب. فدور الناشر مع وزاره الثقافه، مع الجهات المعنيه، وزاره الداخليه مثلا طبعا، اداره المباحث المصنفات، او النشر، مباحث الانترنت، كل جهود الدوله بتتضافر ان احنا نصل لقانون ينظم هذه العمليات ان شاء الله باذن الله. اخيرا، ومش هطول على حضرتك اكتر من كده، الدول المشاركه، خليني اقول ان السنه دي في دول مشاركه جديده، في دول لم تشارك من قبل في معرض القاهره الدولي للكتاب. يا ريت نتكلم على الجزئيه دي. الحقيقه يعني لو دخلتي جناح العرض هتلاقي اولا ضيف الشرف الاردن. المملكه الاردنيه طبعا، وده اسعد الناس جدا بصراحه. وده شيء طيب، لانه لما الاردن من مكانه في مصر. صحيح. ومكانه مصر لدى الاردن. وفي تعاون مش في مجال الثقافه بس، في مجالات كتيره بيننا وبين الاردن. ايوه. الناشرين العرب، احنا عندنا الصومال، عندنا معظم الدول العربية تقريبا طبعا، في امريكا، الولايات المتحدة الامريكية كمان، الولايات المتحدة، في المجر، في روسيا، في اليابان. ايوه. في عدد كبير جدا من الدول. الحقيقة هقول لحضرتك على حاجة، هو معرض القاهرة هو الاكبر في العالم، مش في المنطقة العربية، من حيث حاجتين: عدد الرواد والمبيعات والحركة الثقافية اللي فيه. جميل. فرانكفورت اللي بيعه، انما هنا هو الاكثر تاثيرا في حركه بيع الكتب في العالم. اضيف له من سنوات طويله، يمكن احنا اول ناس في المنطقه العربيه. أيوة. عملنا اللي هو الفعاليات الثقافيه. أيوة. ثم بدات تنتشر رويدا رويدا كده في المعارض في الدول العربيه. فالمعرض ده له اثار كبيره جدا. اعتقد لو شفتي حجم الناس اللي موجوده، ده بيرد على ان القراءه ما زالت صحيح. مهمه. صحيح. جدا. كل الاعمار وكل الاجيال وكل الطبقات. ان المحتوى الورقي له زخم. صحيح. في مبادرات بقى من وزارات مختلفة طبعا، طبعا تضامن وغيرها من الوزارات طبعا اللي بتقدمها هنا. في وزارات وهيئات كتير مشاركة ودعم المعرض، لأنه حقيقي حدث ثقافي مهم جدا. فالقارئ بيبقى عنده وجبة دسمة. جميل. ازاي اضمن يوم كفاية؟ ده 3-4 ايام. صحيح. عشان يحقق. صحيح.